مساء الخير على متابعي صدى البلد على منصات التواصل الاجتماعي. في أزمة جديدة أثرها ريني فايلر المدير الفني للأهلي خلال الفترة الأخيرة، أثار حالة من الجدل داخل الشارع الرياضي في الساعات الأخيرة بعد ما أخطر مسؤولي القلعة الحمراء أنه يدرس بجدية الرحيل نهاية منافسات الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا. أبدأ مسؤولي الأهلي استياءهم الشديد من السويسري بعد عدم وضوحه ومماطلته خلال الفترة الأخيرة. انتشرت العديد من الشائعات حول رحيله عن الأهلي ووجود عروض ليه من بعض دول الخليج، وتكهنات بقى حول المدربين المرشحين لخلافته، والتخوف جوه الأهلي كبير دلوقتي من تكرار سيناريو باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي السابق لنادي الزمالك، إن هو يترك الفريق قبل المنافسات المهمة في دوري أبطال أفريقيا. فايلر كان اجتمع مع الخطيب لمدة 4 ساعات يوم الاثنين الماضي، حاول ساعتها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ان هو يثني عن القرار دوت ويتناقش معاه فيه، لكن كلها محاولات بقت بالفشل. هنحكي لكم قصة كاملة. القصة ابتدت لما فايلر طلب الحصول على أجازة في أول شهر أكتوبر الجاي، في الفترة اللي هو يحق له فيها فسخ عقده بدون أي شرط جزائي، ده كان بند في العقد بتاعه. سفر فايلر كان بداية الاطمئنان على أسرته قبل حسم مسيره مع الفريق، وفايلر قال ساعتها للخطيب ان هو مش عايز يكمل مع الأهلي، وبعد دوري أبطال أفريقيا هو هيرحل. فطبعا ده أثار تخوف كبير في الأهلي ان هو ممكن يرحل في خلال الفترة اللي هيسافر فيها. والخطيب طلبه ان هو يبدي حسن نية ويوقع وعلى كتابه وتعديل عقد ان هو يغادر، يبقى في بند في العقد بدل من 1/10 لحد 10/10 يبقى من 1/11 لحد 10/11 الفتره اللي هيخلص فيها منافسات افريقيا. فايلر قال له لا، انا ملتزم معاك بالعقد الودي بينا، ومش هلتزم بكتاب الدوت. طبعا في مصادر خاصه لصدى البلد قالت لنا ان الاجتماع اللي دار طلب فايلر ان هو يحصل على مكافأة الدوري الشهرين بتوعه وانتظام حصول مستحقاته خلال الشهر دوت، مع ان هو مستمر لحد نهائي دوري ابطال افريقيا. النهاردة كان المفروض في جلسة بين فايلر ومحمود الخطيب، فايلر بحضرش الجلسة بعد المران، غادر المران على طول وكلف وكيل اعماله ان هو يقعد مع رئيس النادي. فطبعا الخطيب خلى امير توفيق مدير التعاقدات يقعد مع وكيل فايلر في مبنى الاسكواش في فرع الجزيره لتسويه الامور وكده. وفايلر طلب ان هو يحصل على راتب شهرين مكافاه قبل ما يسافر، وده طبعا اثار تخوفات اكتر جوه النادي الاهلي من رحيل فايلر، خاصه ان الوقت حساس جدا. احنا بنتكلم ان في 18/10 الأهلي هيلعب الوداد في نص نهائي أفريقيا، فطبعا هيبقى الوضع صعب جدا لو فايلر غادر. مهما المدرب من جهة هتبقى فرص الأهلي بقت ضعيفة زي ما فرص الزمالك ضعفت بعد رحيل الفرنسي باتريس كارترون، ودي حاجة طبيعية. فايلر خاض مع النادي الأهلي 29 مباراة في الدوري الممتاز، ما تعرضش غير لهزيمة واحدة في الدوري وتعادل 6 مباريات. على صعيد المواجهات كلها بلغت 40 مواجهة لفايلر، نجح في تحقيق الفوز في 31 مباراة والتعادل في 7 مباريات وتلقي 3 هزائم. نجح ان هو يتوج بالدوري المحلي، ونجح ان هو بينافس دلوقتي على بطولتين، بطولة كاس مصر وبطولة دوري ابطال افريقيا. فرحيله في الوقت دوت هيبقى ضربة قاسمة لظهر الاهلي، خاصة ان دوري ابطال افريقيا محتاج استمراريه. ال4 فرق المتاهلين كلهم اقوياء، كلهم بيتعمل لهم حساب. الاهلي عنده خبرات افريقيه كبيره وان هو اكثر نادي متوج بالبطولات الافريقيه، لكن برضو يعني لو استقراره اتضرب في فتره زي ديت هيخسر كتير. حاليا لجنه التخطيط في النادي الاهلي برئاسه محسن صالح وبحضور كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على قطاع الكوره، عندهم دلوقتي بيحطوا دلوقتي بدائل للتعامل في ملف السويسري ريني فايلر. الاهلي ما لا يثق في فايلر ان هو هيكمل، وهو
متأكدين جدا ان هم عندهم ان هو عنده عروض خارجية سواء داخل مصر او خارج او في الخليج، فهو في عروض متقدمة الفايرل. اللجنة مقرر ان هي بكرة الصبح ان شاء الله هتقول قرارها النهائي في الازمة بتاعت فايلر، ان هو هيبقى اتحط لها حل. ومرشح طبعا محمد يوسف لخلافة فايلر وعماد النحاس، في كذا اسم مرشح الاداره بتدرسهم كويس، بس يعني اعتقد ان هم بيحاولوا بكل الطرق ان هم يبقوا على فايلر، حتى لو هيبقى في زياده في المرتب زي ما هو طالب. طبعا في كلام انتشر ان هو في مشاكل بينه وبين اللعيبه وان هو ساب المران وغادر، كل الكلام ده طبعا غير صحيح بالمره. فايلر جه الصبح التمرين عادي وعمل جلسه مع سيد عبد الحفيظ وكان بيستعد كويس للماتش الجاي، فبالتالي ما عندوش اي مشاكل. هو خلص تمرينه وبدل ما يروح يقعد في الجلسه مع كابتن محمود الخطيب، هو قرر فضل ان هو يمشي ويسيب وكيله يتفاوض. دي حاجات تفاوضيه، فهنشوف الفتره الجايه الساعات القليله المقبله هتكشف الكواليس كلها، وهيبقى كل الورق المطروح هيبان، وهنعرف كلنا خلال ساعات قليله جدا اذا كان فايلر مكمل مع الاهلي لحد بطوله افريقيا ولا خلاص هو هيرحل. تمام، شكرا.